سيدنا المحترم الحسن هيتيشو. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيدة الوزيرة، السادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة النواب المحترمون، لي عظيم الشرف أن أتدخل باسم الفريق الحركي لمناقشة ميزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاص لجنة القطاعات الإنتاجية برسم مشروع القانون المالي 2012. فنظرا لضيق الوقت سوف نختصر التدخل في قطاعين، القطاع الفلاحي والقطاع السياحي، فليكن هذا في الفريق الحركي نتمن ما جاءت به الحكومة في القطاعين المتبقيين ألا وهما قطاع الصناعة التقليدية وقطاع الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة. وهكذا فإن فريقي يؤكد بالنسبة للقطاع الفلاحي بأن الفلاحة ستبقى دائما في نظرنا تشكل عصب الاقتصاد الوطني، نظرا لارتباطها بالأمن الغذائي من جهة، واعتبارا لحجم ساكنة العالم القروي التي أو المرتبطة بمزاولة النشاط الفلاحي من جهة أخرى، وكذلك استحضار الحكومة لأهمية هذا القطاع ضمن المقاربة المالية لهذه السنة. السيد الرئيس، إن القطاع الفلاحي الذي يرتبط بالتنمية القروية يعاني مجموعة من الإكراهات التي تتطلب جرأة حكومية جماعية لا تقتصر على السيد الوزير الوصي فقط، بل تهم الحكومة ككل للارتقاء بهذا القطاع إلى مستويات أفضل تأخذ بعين الاعتبار المشاكل المجالية والعقارية والتمويلية والسقوية وغيرها. ويجب كذلك أن نوجه الاستثمارات العمومية بشكل مكثف إلى هذا القطاع، كما أن المؤسسات البنكية الوطنية التي يقتصر نشاطها الاستثماري على القطاعات المربحة داخل المدن والاستثمارات الفلاحية الكبرى يجب أن تنفتح على البوادي والإسهام في التمويل الفلاحي الذي يعتبر في واقع الأمر إشكالا حقيقيا بالنسبة للفلاحين الصغار. وحنا كنعرفوا بأن الفلاح الصغير كيورث قطعة أرضية صغيرة 3 هكتارات 4 5 حتى 20، ولكن ما عندوش واحد القدرة المالية باش يطور الفلاحة، لهذا إلى تحت الشتاء راه يقدر يعيش، إلى ما تحت الشتاء راه غادي يمشي يسعى ولا يمشي للمدينة. فلهذا كنطلبوا الحكومة باش تهتم بهذا الفلاح الصغير، لأن هذا الفلاح الصغير يعيش في العالم القروي وتيخصنا نهتموا به ونعاونوا خاصة في التمويل. سيد الرئيس، لقد أصبح الجفاف ببلادنا ظاهرة هيكلية، وبالتالي فقد أضحى من الضروري التعامل مع الثروة المائية كمورد محدود من خلال مخطط وطني للتعامل مع ندرة المياه. لذلك نؤكد بأن أي استراتيجية فلاحية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ندرة هذه المادة والعمل على ترشيدها وحسن استغلالها بالشكل الذي لا يؤدي إلى هدرها أو تبخرها. وفي هذا المجال
نقترح في فريقنا الحركي بعض الإجراءات المهمة التالية. أولا تشجيع استغلال تجهيزات الهيدرو فلاحية. ثانيا تكثيف بناء السدود وتحصين مكتسبات وسياسة ديال السدود بشكل عام، وخاصة بالمناطق التي تعرف الفيضانات وتوطينها في مختلف مناطق المملكة. ثم التفكير في إعادة استغلال المياه العادمة وغير الصالحة للاستعمال. وعدنا المثل في المجمع الشريف للفوسفات، بحيث أنه في الأونة الأخيرة انجز مشروع ديال استغلال المياه العادمة، ومع المشروع ديال البايبلاين فلوسابي راه استفد الكثير من هذه المشاريع، خاصة تقليص المصاريف ديال الطاقة والرفع من الإنتاجية والبيئة وإلى غير ذلك. فلهذا كنطلبوا من الحكومة باش تخرج وتفعل هاد المشاريع ديال استغلال المياه العادمة، لأنها جد مهمة حقا. كاين بعض المشاريع ولكن خجولة ويمكن ما صلحاش كاع. ففي الاقتراح الرابع هو ترميم وإصلاح قنوات الري المتلاشية التي تتسبب في ضياع مياه السقي وما أكثرها. وأخيرا ومع هذه الندرة المائية نطلب التفكير في وضع مخطط وطني لتدبير الماء، وذلك بالتنسيق مع جميع المتدخلين في هذا القطاع أو في هذا الموضوع. سيد الرئيس، ودائما في قطاع الفلاحي، ومن جهة أخرى لا بد من لفت الانتباه إلى الديون التي تثقل كاهل الفلاحين الصغار والمتوسطين، والتي أصبحت هاجسا مؤرقا بالنسبة لهم، لا سيما في ظل تراكم الفوائد التي تفوق في الغالب أصل الدين. مطالبين في الفريق الحركي بإيجاد حلول عملية وجذرية من أجل التخفيف من ثقل تلك الديون على الفلاحين الصغار والمتوسطين في القريب العاجل. سيد الرئيس، السيدة والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، استمعنا بإمعان إلى عرض السيد وزير السياحة أثناء مناقشتنا لمشروع الميزانية في لجنة القطاعات الإنتاجية، وما جاء يتضمنه من عناصر أساسية للسياسة الحكومية في هذا القطاع. إننا ننوه برؤية 2020 والخطة المجسدة لها، مدركين أشواط الملموسة التي تم قطعها في سبيل تجسيد الأوراش المتعلقة بالمنتوج والتكوين والنقل الجوي والنقل البحري والتسويق والتنظيم المؤسسات، وبالرجوع إلى محاور التدخل من أجل بلوغ هذه الأهداف، يتبين أن مجهودا حكوميا قد تم، وأن هناك خطوات عملية على أرض الواقع قد اتخذت، كما أن هناك ثقة دولية قد رجحت من الاستثمارات السياحية ونسبة السياح الوافدين في استقرار مستمر رغم الربيع العربي والمحيط الدولي المتسم بالأزمة الاقتصادية وبالمنافسة القوية. السيد الرئيس، إن رؤية 2020 التي جاءت في عرض السيد الوزير توضح بجلاء المعالم الواضحة للسياسة السياحية، ومما تجدر الإشارة إليه بل التنويه به اعتماده على المقاربة الجهوية وإلى جانب الوطنية، وهي مقاربة ستجعل كل جهة تبرز ما تزخر به من إمكانيات سياحية، وهو عمل من شأنه أن يخلق نوعا من المنافسة الشريفة الهادفة، علما أن ازدهار السياحة والارتقاء بها يتطلب تضافر جهود الفاعلين، فلا سياحة
بدون أمن أو بنيات صحية أو وسائل نقل أو مرافق صحية أو ملاعب سواء رياضية أو ترفيهية وغيرها. كما أن إضفاء الخصوصية المغربية ضرورة حتمية لتحصين الطفرة التي تشهدها سياحتنا، وبالتالي تحصين قطاع أساسي يساهم بشكل فعال في إشعاع المغرب والتعريف بحضارته وتراثه وتنوع ثقافته. السيد الرئيس، وعليه يمكنني أن أؤكد بأن اعتمادات وزارة السياحة الحالية لا يمكنها أن تستجيب لجل حاجيات القطاع، فالسياحة هيكل اقتصادي ضخم وجهاز خدماتي في غاية الأهمية، بل يمكن تصنيف السياحة كقطاع استراتيجي مثله تماما مثل السكن والتعليم والصحة، فهو يحتاج إلى ميزانية قوية وإلى اعتمادات متنوعة لتلبية حاجيات السوق السياحية. فالقطاع السياحي يعتبر قطاعا استراتيجيا مهما بالنظر للأهداف الاقتصادية والاجتماعية المتوخاة منه، وبفضل الجهود التي تقوم بها الحكومة ومن أجل تحصين هذه المجهودات، فإننا ندعو إلى تنمية سياحية شاملة عبر اتخاذ العديد من التدابير من قبيل: أولا، تشجيع الاستثمارات السياحية وتخفيض الجبايات المفروضة على المقاولات السياحية، اتخاذ مزيد من الإجراءات لتشجيع السياحة الداخلية حتى يستفيد منها جميع الفئات المجتمع، ثم ثالثا، تحسين نوعية العرض السياحي والخدمات السياحية، وكذلك تطوير السياحة الثقافية والفنية والسياحة الرياضية والطبية. رابعا، تحديد سياسة إعلامية وتجارية لتسويق المنتوج السياحي المغربي في الخارج والداخل، والاهتمام بقطاع النقل السياحي، وأخيرا إلى العناية للعنصر البشري العامل في هذا القطاع. أما بخصوص النهوض بالسياحة بالعالم القروي، فلا بد من تأكيد على أن هذا الشق ما زال يحتاج للمزيد من تضافر الجهود على مستوى تأهيل البنية التحتية القروية من طرق ومسالك وكهرباء، وتأهيل بنيات القروية والحفاظ على مقوماتها الطبيعية، وكذا تأهيل وتشجيع الشباب القروي وتأهيله في هذا المجال سواء في الشق المتعلق بالتكوين والتمويل، وكذا والتمويل سواء من قبل الدولة أو البنوك بنسبة فوائد منخفضة، وكذا خفض الرسوم الجمركية لإنشاء مراكز الإيواء السياحي والدور السياحية القروية. أما المؤسسات الفندقية، فلا شك أنه كما يعلم الجميع أن أغلب الفنادق التي ساهمت في برنامج كنوز بلادي، وما أدرك ما برنامج كنوز بلادي رغم التخفيضات التي أعلنت عنها في الأثمان، فإن ذلك كان على حساب الجودة بالدرجة الأولى. إننا جميعا ندرك بطبيعة الحال أهمية وخطورة القطاع السياحي، والذي تعود مسؤولية تدبيره وتنظيمه لشخصية نعرف مصداقيتها وكفاءتها وجديتها في شخص السيد وزير السياحة، ونحن كمنتخبين دورنا هو أن نساعدكم ونساهم معكم في التأطير والتنظيم، ولكن نطلب شيئا مهما وأساسيا، وهو أن تركزوا بالخصوص على السياحة الداخلية والجبلية والدعاية والإشهار عبر جميع أنحاء العالم، وبالتنسيق مع تمثيلياتنا الدبلوماسية بالخارجية، ونتمنى أن يتم التنسيق أيضا مع مختلف الفاعلين كالغرف المهنية وغيرها، عسى أن نبلغ جميعا الغاية التي نصب إليها، ألا وهو تحقيق رؤية 2020. وشكرا. شكرا.